أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بالجميع. توقعات لليلى عبد اللطيف مخيفة، وبتتوقع الأسوأ للعام 2023. أتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الدعم باللايك. أطلت ليلى عبد اللطيف ضيفة على برنامج سؤال محرج مع الإعلامي توني خليفة عبر صوت بيروت انترناشونال، وأطلقت توقعات جديدة، وليلى نفسها يعني بتطل علينا كتير وطلت كتير جدا في العام 2022، وما سابتش منبر إلا وأطلت من خلاله، بعكس طبعا ميشيل حايك اللي ما بيظهرش أو ما بيطلش كثيرا، بيلتزم بإطلالة واحدة في كل عام اللي هي في قبل رأس السنة أو في ليلة رأس السنة، لكنه كسر القاعدة المرة دي وأطل مع نشان مرة أخرى. أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة جديدة من التوقعات، لكن هل بتصدقوا ادعاءاتها؟ طبعا ليلى عبد اللطيف من أصدق التوقعات وأشهرها. في الأول والأخير طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هي الله أعطاها موهبة كبيرة جدا. أبرز ما قالته ونشوف هيصدق ولا، مصالحة بين الرئيس سعد الحريري وشقيقه بهاء، وسيعمل الاثنين لصالح لبنان معا، مشيرة إلى أن الدم لن ينقلب إلا بقلب ماء. سليمان فرنجية هو الأقرب للرئاسة. دعت البطريق الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمفتي عبد اللطيف ديران إلى أن ينتبه لصحتهما كثيرا في هذا العام، لافتة إلى دور بارز هيكون للبطريق الراعي. العام 2023 هيتم سيبتسم فيه النائب جان عبيد، أو العام سيبتسم للنائب جان عبيد. العماد جان كاهوكي سيكون بريئا من الاتهامات الموجهة له. تظاهرات وفوضى وتغيير في تركيا. تركيا هيكون فيها تظاهرات كبيرة وفوضى حسب كلام ليلى عبد اللطيف. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكون الرقم واحد في المنطقة العربية والعالم كله. هي بتقول ان ولي العهد محمد بن سلمان الأمير السعودي هو هيكون المتصدر المشهد في العالم كله في الوطن العربي، وهيصبح اسمه رقم واحد. سنة 2023 هتكون سيئة وحتى أسوأ من 2022 على أمريكا وأوروبا بالذات، مشيرة إلى أن أمور إيجابية هتحصل في لبنان. في حاجات إيجابية كتير مبشرة بالخير هتحصل في لبنان، ولكن هي سنة سيئة لأمريكا وأوروبا ليهم هم بالذات، هتكون سنة سيئة جدا عليهم. وبتقول الحاجات الإيجابية اللي هتحصل في لبنان اعتبارا من شهر حزيران، حيث هتتحول كل الأمور للأحسن والأفضل بأمر الله. العالم هيتخلص من كورونا نهائيا، وهينجح اللقاح وهيكون فعال تماما. سر انفجار مرفا بيروت لن يكشف. اغتيالات وانفجارات ومحاولات واغتيال في لبنان. على حاكم مصرف أو مصرف لبنان بنك لبنان رياض سلامة أن ينتبه لصحته وأمنه أيضا.
هي بتلمح ان هيكون في محاولة لاختيار رياض سلامة حاكم البنك او المصرف في لبنان، على الرئيس ميشيل عون ان ينتبه لصحته وبالذات من كورونا. ميشيل عون عرضة لكورونا. طلب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب السابق وليد جين بلوت ورئيس المجلس النيابي نيب نبيه يرى إلى أن ينتبهوا، يعني بتحذرهم أنهم ينتبهوا جدا لصحتهم، صحتهم في خطر. لا شيء يلغي الوزير السابق جبران باسيل وهو ليس خائف من شيء، وهيظهر ماله وما عليه، هيظهر هو اللي له واللي عليه. أشخاص من الصف الأول هيدخلوا للسجن فيما يتعلق بقضايا فساد كبيرة. وزراء ونواب خلف القضبان وزعامات لبنانية هتختفي تماما من الساحة. الحل والمفتاح هيكون بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وهيكون هناك اتفاقيات كبيرة بقيادات حزب الله هتكون لصالح لبنان. دور رئيس حزب الكتائب سامي الجميل سيكبر، الثورة عائدة وبتنظيم أفضل. سنة 2023 سنة حرائق مفتعلة في العالم، وشخصيات مهمة في لبنان والعالم قد يختفون أو هيكونوا في ذمة الله، وهم نحو هيكون 20 شخصية بارزة. سنة 2023 هتكون سنة حرائق مفتعلة أيضا في الأماكن المقدسة كالجوامع والكنائس المساجد. سوريا هتتعافى. أخشى على صحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وكذلك على صحة ترامب. صحة الاتنين هتكون في خطر. بترى أن الدور الأقوى في المنطقة للعالم خلال العام القادم هيكون للمملكة العربية السعودية ومش لتركيا. السعودية هتكون أوروبا الثانية في العام 2023. هتشهد تركيا مظاهرات وفوضى وتغيير سياسي كبير. كانت أهم التوقعات للعالمة الكبيرة ليلى عبد اللطيف للعام 2023. بتقول ان السنة مش هتكون يعني افضل من العام الماضي، وان هتكون سيئة جدا على اوروبا وامريكا بتتوقع ليهم ذلك. وفي الاول والاخير لا يعلم ابدا الغيب الا الله وحده. نتمنى الخير للجميع. عام سعيد موفق باذن الله.